ده كلام مهم جدا، مؤكد انه ملف الترجي هنأتي عليه بكثير من التفاصيل والحواديت والحكايات والقصص والروايات، لان هي دي الليله، دي ليله المباراه وليله مهمه ان شاء الله تعالى نقدم لكم ما يطمئنكم على الاهلي. لكن النهارده كان في ثلاث مباريات متنوعه للاهلي في مختلف الاتجاهات. رجال كره اليد في البطوله انقذونا اليوم، البطوله الافريقيه المقامه في صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي، انقذوا الليله بالفوز على رجاء غدير المغربي في دي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية رجال وسيدات. السيدات فازوا 40، الرجال فازوا 40-16، ودي المباراة الثانية للأهلي زي ما حضراتكم شايفين في الدور الأول من البطولة. البطولة عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة هيتأهل منها أربع فرق، الأول هيلاعب الرابع والثاني هيلاعب الثالث وهكذا علشان تحدد الأدوار اللي جاية. الأهلي كان فاز في البداية على كيركوس الأثيوبي بنتيجة كبيرة 59-8 في الجولة الأولى، ثم النهاردة فاز على أغادير المغربي 40-16. مجموعة الأهلي للرجال معاه الأهلي ومعاه سبورتنج السكندري ومعاه رجاء أغادير المغربي وكيركوس أثيوبي، إذن الأهلي يتبقى له لقاء سبورتنج إن شاء الله. ده بالنسبة للرجال، ويادي الأهلي بتضرب بقوة في هذه البطولة إن شاء الله يحافظوا على الإعلام الكبير في هذه البطولة. إحنا عندنا طيب هنيجي لعمر كاستيلو نجم الأهلي نشوف انطباعاته عن البطولة، لأنه الحقيقة رجال كرة اليد يا باشمهندس عاملين سيزون كويس قوي، يعني أنت واخد دوري واخد كاس واخد أنت دور وحش قوي. وحتى الآن الأداء في تصاعد وعمل النتائج في اللحظات المهمة. أيوه تدارك الامور، عايزينه يكملها لنا بالبطوله دي بقى باذن الله. انت قلت عمر كاستيلو واحد يعني عمال بيتقدم بخطى يعني ثابته جدا، نتمنى له التوفيق باستمرار لانه واخد كل الامور بجديه. يعني نتمنى التوفيق لكل لاعبتنا ونشوف سوف تنتهي الامور الى ايه في هذه البطوله. نشوف عمر اللي انا بس ضايقني النهارده النتيجه الثقيله بتاعت السيدات، توقعت ان يعملوا احسن من كده. هنيجي لها، لكن نشوف الاول عمر كاستيلو بعد فوز الاهلي في المباراه الثانيه في كاس الكؤوس الافريقيه. عمر خالد كاستيلو واحد من نجوم النادي الاهلي والنجوم المتوهجه مع النادي الاهلي. كاستيلو خليني ابارك لك على ادائك وثقه الجماهير وحب الجماهير، وبارك لك على الموسم الاكثر من رائع. ان شاء الله نتمنى ان احنا نكمله ببطوله افريقيا، ومبروك على الفوز النهارده كاستيلو. حبيبي اروى والله يبارك فيك، وطبعا بقول لجمهور النادي الاهلي الف مبروك ليكم ومبروك للعيبه والاداره والجهاز الفني. بطوله جديده بنلعبها بعد بطوله السوبر، بطوله السوبر صفحه واتقفلت خلاص، عندنا ماتشات بطوله افريقيا لازم نركز فيها. الحمد لله بناخدها خطوه خطوه. النهارده كان عندنا ماتش مهم مع فريق رجاء غدير، فرقه محترمه اديناها حقها، اتفرجنا عليها عرفنا ازاي نلعب قدامها. الحمد لله خلصنا ماتشين في المجموعه، لسه فاضل ماتش ثالث مع نادي سبورتنج، فرقه محترمه كلنا عارفينها طبعا وكلنا هنتفرج ولسه هنتفرج، لعبناها في فاينل الكاس ولعبناها في الدوري كتير، فهنتفرج عليها ولسه ان شاء الله هنذاكرها اكتر وهننزل نلعب يعني عشان نقدر نكسب نصدر المجموعه ان شاء الله. كاستيلو احنا دايما بنبقى فخورين بالعقليات اللي موجوده في النادي الاهلي، بتتكلم ان احنا خلاص ما عملناش اي حاجه، بطوله السوبر قفلنا، دوري الكاس، بتتكلم على كل الفرق، احنا بنحترم كل الفرق، اكيد لعبنا فريق سبورتنج اكتر من مباراه، لكن تحضير المباراه طبعا بيختلف، كل مباراه بتختلف على المباراه الثانيه. طبعا هو زي ما قلت ان احنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا بنخرج من بطوله نخش على بطوله، احنا خرجنا من الدوري بعدها باسبوع كان عندنا كاس فصلنا الدوري، بعد الكاس بعدها باسبوعين عندنا سوبر خلاص خلصنا فصلنا عن الكاس، بعد السوبر عندنا بطوله افريقيا بعدها بيوم ففصلنا عن بطوله السوبر، فخلاص احنا بنخش بطوله ورا بطوله، البطولات ورا بعض، هو ده اللي احنا تعودناه ومطالب مننا نحقق كل بطوله. كل الفرق محترمه، كل الفرق اللي بتشارك في البطوله بنديها حقها. ماتش سبورتنج الجاي هيبقى ماتش مختلف تماما عن اي ماتش لعبناه في الدوري، ان هو سبورتنج برده هيعوز يلعب هيعوز يكسب، فهنحضر الماتش بصوره كويسه، هنتفرج على فريق سبورتنج كتير اليومين الجايين دول، احنا عندنا اجازه بكره وعندنا اجازه بعده من البطوله مش من التمرين، فهنقدر نتفرج عليهم كويس، هنقدر نذاكرهم كويس، هنقدر نعيد الاول من الشغل من تاني مع نادي سبورتنج. الموضوع هيبقى مختلف تماما غير الدوري والكاس، الموضوع دي بطوله افريقيا يعني زيها زي اي ماتش قوي في جوه البطوله، ماتش يصدرك المجموعه ويديك الناحيه الثانيه، هتلعب رابع المجموعه الناحيه الثانيه.
كاستيلو، عايز اسالك على مستر ديفيد ديفيدز بالتحديد والروح اللي شايفينها في الفريق واوضه اللبس، وانت عارف دايما ان دي بتبقى الخطوه الاولى للوقوف على منصات التتويج ودايما مميزه جوه النادي الاهلي، ايه اللي انت لامسه من المدير الفني، انتوا كلاعبين شايفين روح جديده داخل الفريق؟ طبعا كابتن ديفيد محدش انا نفسي مش هقيمه، هو مدرب كبير في اوروبا، مبسوطين ان هو موجود معانا، مبسوط ان النادي الاهلي كرمنا كلنا لعيبه بمدرب زي دوت، ان هو مدرب كويس، مدرب كلاس ايه، عامل حاله جوه الفرقه. وطبعا بشكر زي ما انت بتقول على اوضه اللبس، بشكر الناس الكبيره اللي موجوده في الفرقه سواء كابتن ابراهيم المصري او كابتن اسلام حسن، كابتن مصطفى خليل، الناس الكبيره اللي جوه الفرقه هي اللي مساعده على ده كله، ان هي محتويه الناس صغيره، زي ما انت عارف احنا جيل صغير موجود في النادي، الناس الكبيره ديت هي اللي بتدينا دفعات وتدينا حماس وبتدينا خبرات، البطولات دي كلها ان هم لعبوا بطولات كتير، فهو ده اللي فرق في اوضه اللبس، ان الناس كلها مع بعض، الناس كلها ايد واحده، فاحنا طول عمرنا كده في النادي الاهلي، مش جديد على النادي الاهلي، بس الموضوع بقى بس لما انت بتكسب بيزيد اكتر، بيكسب بيزيد اكتر، فهو المكسب بيجيب مكسب، فالحمد لله ان احنا كلنا ايد واحده في اوضه اللبس يعني. اخيرا يا كاستيلو، الجمهور والجمهور اللي دايما بيرسم ملحمه وجمهور النادي الاهلي مستني منكم البطوله، تحب في الختام تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا انا بشكر جمهور النادي الاهلي ان هم كل يوم بيساندونا وكل يوم موجودين معانا في الصاله، بشكرهم على الدعم اللي هم بيدعموه لنا، بشكرهم مع التاني بشكرهم على الدعم اللي هم دعموه في ماتش السوبر، كانوا مالين الصاله وكل ماتش بيجي لنا الناس، بشكرهم بقول لهم شكرا على مساندتكم لينا، وان شاء الله عايزينكم تاني مكملين معانا بطوله لسه ما خلصتش، لسه في ماتشات كتيره جايه، اوعدكم ان شاء الله ان احنا نبذل اقصى مجهود لينا في البطوله ونكسب ان شاء الله. حبيبي فاروق، شكرا حبيبي.